ومعانا مدام دعاء. اتفضلي يا مدام دعاء. السلام عليكم يا دكتور. اهلا بيك يا مدام دعاء، اهلا بيك. دكتور انا والده بقالي شهر تمام والبيبي نزل 2 200، تمام وزنه 2 200، تمام وكمان كده وزنته لقيته زاد بس 100 جرام. تمام بيرضع ايه؟ طبيعي واللبن كويس كده، وفي اضرار للبن كويس؟ هو يعني على طول بيبقى عايز يرضع، يعني ما طيب بينامش ماشي، مثلا ساعة على بعض. طيب ماشي. وايه تاني مزعلك فيها يا مدام دعاء؟ اول طفل عندك ده يا مدام دعاء؟ لا لا ده التالت، ربنا يخلي بس يا هو مدام في دعاء. الوقت القليل، يعني الاثنين اللي قبل كده كانوا طبيعيين، طيب ماشي. فأنا انت مش كان عارفة عندك، أدخله لبن صناعي ولا أفضل على الرضاعة اوعي الطبيعية. اوعي يا مدام دعاء، شكرا لاتصالك يا مدام دعاء يا غالية، اصل انا مرات اسمها دعاء. بصي يا مدام دعاء، طفل 2 200 في الاول بيفقد الوزن، اي طفل بيتولد بيبقى واخد ميه زياده من الام اثناء الحمل، فيفقد 10% من الوزن اول 10 ايام او اول اسبوعين بعد الولاده، وده حاجه طبيعيه، يعني 2 200 بيخس 200 جرام وبعد كده يبدا يزيد. فكون ان هو زاد 100 جرام في شهر معناها ان هو فقد 200 جرام وبعد كده ابتدى يزيد، فدلوقتي زاد له بتاع 300 جرام، هو ما زادش 100 بس، لما تحسبي ال 200 جرام اللي فقدهم نتيجه الميه الزياده اثناء الحمل على ال 100 جرام اللي ايه اللي زادهم دلوقتي، يبقى هو زاد 300 جرام. طفل لو صدرك بيجيب نقطة لبن واحدة يقدر يجيب كمية لبن تكفي العيل، فلو سمحتي بلاش لبن صناعي، وما تروحيش لدكتور مؤذي يقول لك اديله لبن صناعي عشان يفرفش العيل كده ويتخنه. أنا يبقى عندي طفل وزنه قليل أو وزنه على الحد الأدنى للطبيعي وبيرضع رضاعة طبيعية، أحسن ما يكون عيل تخين قد كده وبيرضع لبن صناعي. اللبن الصناعي ده الإدمان، الهيروين اللي بنديه للعيال، العيل لما ياخد رضعة لبن صناعي ممكن يمسك فيها، لان اللبن الصناعي مسكر وسهل وما فيهوش مجهود. تبص تلاقي انت تقرري تديله لبن صناعي او دكتور مؤذي يقول لك اديله لبن صناعي، تديله رضعه ياخد الثانيه وياخد الثالثه وياخد الرابعه ويرفض صدرك بعد شويه لانك اديت له حاجه مسكره. اللبن بتاعنا ده دلع، فما تديش لبن صناعي لو سمحتي، ابنك كويس وهيزيد، بس انت تشربي سوائل على قد ما تقدري وتخليكي هاديه. الرضاعه الطبيعيه هدوء وثقة، لأن البرولاكتين اللي بيشغل الصدر ده بيتفرز من هنا، فلو سمحتي خليكي هادية، اشربي سوائل على قد ما تقدري، حطيه على صدرك كل ما يعيط، ما تدخليش ولا مية ولا أعشاب ولا لبن صناعي، هو هيزيد في الوزن وهو أوريدي ابتدى يزيد. يا مدام دعاء شدي حيلك كده وخليكي جامدة وما تسمعيش كلام العالم المؤذية اللي هيديله لبن صناعي.